المزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الوكيل المساعد لقطاع المساجد في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المهندس بدر تركي العتيبي، حياك الله. بداية، ما هي نصيحتكم لرواد المساجد مع رص الصفوف ابتداء من الغد، وخاصة أن غدا يشهد صلاة الجمعة وهي عادة ما تشهد ازدحاما؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكركم على إتاحة الفرصة بهذه المداخلة، ونحمد الله عز وجل ونشكره على تيسيره وكرمه وفضله على انحسار هذا الوباء. ثم الشكر موصول إلى مجلس الوزراء الموقر الذي أصدر قرارا اجتماعه يوم أمس إلى عودة الحياة التدريجية وإلغاء التباعد في المساجد، ووافق أيضا على رص الصفوف فيها مع الحذر، وذلك اعتبارا من يوم غد الجمعة الموافق 22/10/2021. ولذلك اليوم أصدرنا تعميم للمساجد بالالتزام بتوصيات المجلس الموقر، وهي اشتراطات الصحية. ننصح بهذا التعميم رواد المساجد أن يكونوا حذرين، لأن المرض ما زال موجود، وأيضا ننصح غير المطعم بأن هذه فرصة بأن يبادر بأخذ اللقاح المعتمد، وكذلك ننصح أصحاب الأمراض المزمنة أو الذي يخاف على نفسه من المخالطة بالالتزام بفتوى الوزارة، وهي جواز الصلاة في البيت لأصحاب الأعذار. نعم نعم. ما هي أبرز الاشتراطات اللي راح تبقى مفعلة في المساجد بعد انتهاء التباعد بين المصلين؟ طبعا احنا عندنا التعميم السابق، بس حبيت أوضح ان التعميم السابق لصلاة الجمعة مدتها 15 دقيقة بما فيها الصلاة والخطبة، هذا حبينا نأكد عليه انها راح تكون نفس الاشتراطات السابقة. هناك اشتراطات يعني ما زالت موجودة، وهي لبس الكمام، ايضا احضار سجادة خاصة لكل مصلي يحضرها من بيته. أيضا نؤكد يعني من خلال أئمتنا وخطبائنا على المصلين بأن يأخذ اللقاح المعتمد للتطعيم. أيضا هناك متطلبات لاستكمال منظومة الحرص والحذر، وهي فتح النوافذ والأبواب، وهذه تساعد يعني بتغيير الأجواء يعني في المسجد وتخلي نقاوة في المسجد. طبعا في التعميم ذكرنا أن تكون قبيل الأذان، ويتم إغلاق الأبواب والشبابيك بعد الصلاة بمدة 10 دقائق. أيضا أكدنا ووجهنا الأئمة والخطباء والمؤذنين بحث المصلين على أخذ اللقاح المعتمد للتطعيم، ونبهنا كذلك في التعميم. نعم نعم. كان معنا، تفضل لا يعني النقطة الأخيرة، أن أكدنا في تعميمنا أن نكرر بشكل يعني فترات بالمساجد بضرورة الالتزام باشتراطات التي ذكرناها في التعميم. نعم. كان معنا عبر الهاتف الوكيل المساعد لقطاع المساجد في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المهندس بدر تركي العتيبي، شكرا لك.